يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عشان ده محتاج هنا ايه نتكلم شويتين تلاتة أربعة. امبارح ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم، ده مين؟ الكينج محمد منير. أولا بقول له الحمد لله على سلامتك وألف مليون سلامة، يعني حبيبنا الغالي وحبيب الدنيا كلها محمد منير. محمد منير امبارح، وانا اتشرفت امبارح بالحضور بهذه الاحتفالية الرائعة، الليالي أول ليلة ليالي المصرية السعودية. دكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والمستشار التركي آل الشيخ، بشكرهم، حضرت امبارح وكنت سعيد في منتهى السعادة. سعد يونس طبعا كل اللي حاول، يعني عمنا صلاح عبد الله، عمنا صلاح عبد الله امبارح، يعني مصطفى كامل، فنانة يسرى، كل نجوم، عمرو أديب طبعا، نادية الجندي، كريم عبد العزيز، نيلي كريم، مصطفى قمر، محمد فؤاد، أشرف الدبائي، فبقول لحضراتكم امبارح كنت سعيد جدا. نجمتنا طبعا سعد يونس، كان كله طبعا كل الحفلة كانت ولا أروع. مصطفى كامل طبعا، و في دار الأوبرا المصرية. دار الأوبرا المصرية نجوم مصر، كان امبارح القوة الناعمة الكبيرة قوي. شفت عدد كبير من النجوم، وده عمرو دياب طبعا، فنانة درة، عدد كتير يعني، ليلى علوي، إلهام شاهين، يعني هلا صدقي، منى شلبي، آسر ياسين، رامي إمام، السفير أسامة نقل طبعا، سفير المملكة العربية السعودية، مستشار تركي آل الشيخ، ودي مصر، ودكتورة نيفين الكيلاني. دار الأوبرا صرح عظيم، حاجة في منتهى القوة. بحيي أشقائنا المملكة العربية السعودية، وإحنا بنتكلم إحنا بلد واحدة يعني، هم موجودين في بلدهم، ولما انا بروح هناك وكلنا بروح موجودين في بلدنا، والترحاب والاستقبال، والناس كانوا واقفين بيستقبلوا كل الناس اللي داخله، وطبعا زملائنا المصورين اللي انا بحييهم كمان وبشكرهم لهم كل التحيه. ف كان ليله مبهجه، ليله مبهجه بتجسد احنا مصر والمملكه، مصر امبارح وتكون اللي جايه ان شاء الله في العاصمة السعودية الرياض، تبقى ليلة مصرية سعودية. وهذا طبعا مصطفى بكري ومحمد الباز وابراهيم فايق ونشأة، وادي صلاح الشرنوبي، امال ماهر، ياسمن طه زكي، حاول يعني فنانة نادية الجندي طبعا، امال ماهر، كل بقول لحضراتكم قوة الناعمة مصر، ودينا الشربيني طبعا، بيومي فؤاد، شيكو، بقول لحضراتكم كنت يعني شوف كده كل عم صلاح عبد الله كل التحية، واشكرك والله امبارح يعني صوت بأعلى الصوت كده، الكلام اللي قلته لي امبارح بأعلى الصوت يعني على راسي والله، اشكرك يا عم صلاح، اشكرك بجد يعني، بشكر فنانة وفاء عامر، ادي مستشار تركي آل الشيخ، وطبعا نجم الكبير يا سلام عمرو دياب، يعني عمرو دياب، عمرو دياب بس هو عمرو دياب، يا سلام جميلة دايما، ربنا يعني دايما منورة. ليلى علوي دايما منورة يا رب. ليلى علوي امبارح قدمت محمد منير، مدحت صالح طبعا، يسرى طبعا،
هقعد اتكلم واقول مهما اقول، بس بوريكم بس ايه جزء من ليله امبارح. وادي كريم طبعا عبد العزيز، ويا سلام على كريم عبد العزيز اينما وجد كريم عبد العزيز. كان بقول لحضراتكم امبارح غادة عادل طبعا لهم جميعا كل التحيه، كلهم. هلا صدقي طبعا، بقول لحضراتكم القوة الناعمة، محمد الحلو، في محمد ثروت كمان، واحمد ثروت كمان، امال ماهر، بسم الله ما شاء الله. يعني بقول لحضراتكم مصر امبارح كانت منى شلبي حاجه، يعني ايه مصر الجميله بكل اهلها وناسها الجمال في منتهى. مصطفى قمر، مي فاروق، محمد فؤاد، دايما ايوه مبكي واشرف، يا سلام اشرف عبد الباقي بيقول المصورين طبعا، سيد رجب. شايفين حضراتكم مدحت العدل طبعا، دكتور مدحت، اه محمد ثروت، نعم محمد واحمد ثروت، نعم مي عز الدين طبعا صور، وايه يعني محمد الباز، دكتور محمد الباز طبعا. بقول لحضراتكم يعني كان ليله جميله جدا. ريهام عبد الحكيم امبارح، يا سلام، عايز اقول لكم امبارح ريهام عملت فينا عامله فوق ما تتخيلوا، احنا عمالين ايه ناقصين، كنا نقف كل شويه. اوه موسيقار كبير عمر خيرت، اول ما دخل بس موسيقار كبير عمر خيرت، كل الصاله القاعه كلها وقفت احتراما وتقديرا، وغنت ريهام. ويا دي ادي طبعا ريهام لما بتغني صوت المصري الجميل الاصيل، ولهم كل الشكر عازفين كلهم طبعا. شار تركا للشيخ امبارح، عايز اقول لحضراتكم طبعا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وزي ما حضراتكم بتشوفوا كده وقت طبعا الاغاني، ولقينا طبعا فكان التصفيق الحاد من القاعه بالكامل، زي ما حضراتكم بتشوفوا كده كلنا تصفيق حاد. كل التحيه لكل نجومنا، والتحيه طبعا لآدي شيرين، وشيرين امبارح غنت كما تغني دائما شيرين بصوت شيرين الجميل. غنت شيرين وبعدها كان نجمنا الكبير آدي شيرين وهي بتغني طبعا، كله مع شيرين، تجاوب كبير جدا، كله طبعا. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. هنا بقى ليلى علوي مع نجمنا الكبير محمد منير، اولا الحمد لله على السلامه، والمايسترو هاني فرحات. محمد منير امبارح حصل اللي هو غير مسبوق، غير مسبوق. ايه هو؟ اصيب محمد منير امبارح ووقع، فدراعه تعرض لكسر. طب محمد منير عنده حفله يعمل ايه؟ هو القدر، وهو الكينج دايما، دائما الكينج محمد منير عنده حفله، وحفله ايه لاول مره من ليالي مصر والسعوديه. طب يعمل ايه محمد منير؟ محمد منير قعد عده ساعات داخل مستشفى، تاني عده ساعات تخدير واجراء جراحه، وبيعملوا له دراعه زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، و لو اي حد تاني غير منير ما كانش هيروح الحفله. عمل جبيره لدراعه، وبقول لكم لو اي حد غير منير ما كانش هيروح، كان هيعتذر وكان اعتذاره مقبول، ولكن اصر محمد منير كعاده محمد منير، لازم اروح، هروح واعمل عمليه بعد ما اخلص الحفله. محمد منير اصر اصرار شديد، كعهدنا بيه ما يعتذرش، هروح. على فكره احنا كنا قاعدين، لانه احنا رايحين وعارفين محمد منير، وعارفين طبعا هيغني وهيبقى موجود، ورحنا طبعا قاعدين نسال هو منير ايه، ما حدش كان
وانا كنت بكلم محمود، محمود كان مع محمد منير في المستشفى، ما بيقوليش، محمود اخويا كان معاه في المستشفى، ومحمود ما قاليش اصلا الا بعد ما يعني شفت طبعا الحكايه. فقال لي ما مش كنتش عايز اقول لك. ليه؟ قال لي لا، ما هو يعني لا مفاجأة، محمد منير يجي الإصرار على إني لازم أروح، لدرجة نصحوه وضعك الصحي ده أنت كذا، واخد بينج، واخد كذا، لا هروح، ما ينفعش يا جماعة ما أروحش الحفلة دي، اتصرفوا. وأصر محمد منير وشخصية محمد منير التي تؤكد دايما ينتصر على أزمته، لانه يوم ده ما بقاش ازاي ما بقاش موجود النهارده، لا هروح. وليلى علو طبعا تقدم محمد منير للناس، واستقبال كبير جدا لمحمد منير، اسعاد محبيه في كل مكان. انا شخصيا على المستوى الشخصي بشكره، وبشكره بجد انه كان حريص بمنتهى القوه انه يبقى موجود امبارح، لانه زي ما بقول له طبعا دخل محمد منير واستقبال كبير ليه محمد منير. وطبعا بحبكم، وكنت يعني هبقى حزين، قال كده، لو انا ما شاركتش النهارده، ولكن شارك محمد منير عشان كمان زي ما بقول لكم اصابه جات له، وكان يعني هو وعد انه هيكون موجود واصر انه يكون موجود، وحضر محمد منير. بنقول له الحمد لله على السلامه يا بطل، والف مليون سلامه، وان شاء الله تكون يعني دايما بالف خير. قعد امبارح 5 ساعات او اكتر من 5 ساعات عشان يتعمل له جبيره على ايده، وبعدها توجه لبيته، وبعد كده على طول بقى ان انا جاي في الطريق، وجا في الطريق بالفعل، وكان موجود في الحفله وشارك في الحفله. ما كانش ينفع ابدا هذه الاحتفاليه تتم الا وكمان يكملها بكل خير نجمنا العالمي الكبير جدا جدا محمد منير. حمد لله على سلامتك، بنقول لك تاني شكرا على حضورك، شكرا على وجودك، وزي ما احنا بنشوف كده كانت ليلة ولا أروع ولا أجمل. هذه الليلة هي بداية لليالي مصرية سعودية أو سعودية مصرية، سواء هنا أو هنا على الأرض المصرية والأرض السعودية. لكم كل التحية، كل من شارك، كل من دعم مع الشركة المتحدة، بنحييهم كمان، كانوا موجودين كلهم قيادة الشركة المتحدة امبارح، أشرف سلمان وعمرو الفقي كانوا موجودين كمان، ولهم كل التحية أيضا، وعدد كبير جدا كمان كان حاضر امبارح هذه الاحتفالية الرائعة. هشام طلعت مصطفى كمان، عدد كمان كبير، وأحمد أبو هشيمة من رجال الأعمال كانوا حاضرين امبارح. شكرا ليكم، أسعدتونا جدا امبارح، وأنا بصراحة كنت سعيد جدا، والناس عمالة تبعت لي هو إعادة ليه؟ ليه بتعيد حلقة المغرب؟ كنت بعيد حلقة المغرب عشان كنت هنا. كنت هنا ما كانش ينفع يعني نعتذر، يعني كان لازم نبقى موجودين، ليله مصريه سعوديه ما كانش ينفع ما نبقاش موجودين، خاصه يعني مهم قوي المشاركه، ومهم قوي. وكل التحيه لسعاده السفير اسامه نقل، السفير المملكه العربيه السعوديه هنا في مصر.